بارت 1 الكحول حكينا فيه عن اللي هو الأكيوت الكحول بويزنينج أو الأوفر دوز اللي بتتاخد فجأة من الكحولات. يعني بالعربي بارت 1 كان عن التسمم بالكحول الحاد، واليوم رح نحكي اللي هو النوع الثاني اللي هو كرونيك الكحوليزم. معنى كرونيك الكحوليزم إنه الشخص هذا عم يتناول الكحول لفترة طويلة، يعني مش شرب كحول مرة واحدة وصار عنده تسمم زي الحالة اللي حكيناها في بارت 1، لا، هون هذا شخص بالعربي إحنا بنسميه مدمن على الكحول، أوكي؟ فأي شخص بتعاطى كحول لفترة زمنية طويلة بصير هذا الاستخدام استخدام مزمن كرونيك. طيب في أعراض، طبعا أعراض إلى حد ما تشبه الأعراض اللي حكينا عنها بالأكيوت، ولكن في بعض الاختلافات حنحكي عنها بالتفصيل وحنحكي عن أهم الشغلات اللي فيها. نبدأ هون difficulty with interpersonal relationships problems at work or school، يعني بالعربي بصير في عنده صعوبة اللي هي العلاقات الشخصية، بصير هذا الشخص بلاقي صعوبة بأنه يتعامل مع الناس اللي حواليه سواء بالعمل أو بالمدرسة. And insomnia alcohol abuse is also an important cause of chronic fatigue، يعني أول إشي بيواجه صعوبات، هاي حطينا واحد insomnia في عنده أرق، alcohol abuse يعني إدمان على الكحول، وآخر شيء فتيج، يعني إيش فتيج؟ بيضله متعبان، بصير عنده كرونيك فتيج، يعني دائما هذا الشخص هابط وتعبان، ما فيه حيل، ما فيه قدرة على إنه إيش يعمل الشغل المطلوب منه. بنكمل poor judgment، وهي حكيناها judgment معناتها القرارات تاعته أو تحكيم عقله بيكون إيش ضعيف. chronic anxiety بصير عنده توتر دائم وقلق. irritability اللي هي بتيجي بمعنى اللي هي التهيج أو التردد أو عدم الاستقرار يعني. alcohol's effects on the liver، وهون بدي أحط دائرة وأكتب مهم جدا، وهاي النقطة أهم نقطة لازم نتذكرها بالناس اللي بتعاطوا الكحول بشكل دائم. دائما معروف إنه الشخص اللي بيشرب كحول رح يضرب عنده الكبد، هيك احنا بنحكيها بالعربي، رح يضرب عنده الكبد، تمام؟ لأنه الكحول بيأثر على الكبد. طب كيف بيأثر على الكبد؟ بنكملها include بحط خط elevated liver function tests، يعني لما يجي يعمل فحوصات للكبد رح يلاقي انه في ارتفاع بأنزيمات الكبد. prolonged use leads to، وبحط هون مربع كلمة cirrhosis وهي مكتوبة بالعربي اللي هي تجمع أو تليف سوري الكبد. and failure of the liver وفشل الكبد من الآخر، يعني بالعربي أول شيء الكبد رح يبلش يخرب، فبالتالي الإنزيمات تاعته رح تصير مرتفعة، بعدين ممكن يفوت بحالة تليف الكبد أو cirrhosis، بعدين فشل الكبد. جوندس، ومعنى كلمة جوندس اللي هي اليرقان أو اللي إحنا بنحكي عنها بالعامية الصفار، مرض الصفار. and ascites اللي هي مرض الاستسقاء، أو ما بعرف شو بالعربي، ممكن نحكي زي كأنه بصير عنده نوع من الانتفاخ بالبطن، أو يعني هاي الكلمة بتمنى إنكم أنتوا تعملوا بحث عليها وتعرفوا إيش معناها. نيجي هون للنقطة الثانية، alcohol also causes impairment in persons critical thinking. كلياتنا بنعرف انه الشخص المدمن على الكحول هل بيكون تفكيره صحيح ولا تفكيره فيه تخبيص بالعربي، اكيد بيكون هذا الشخص persons critical thinking رح يتأثر عنده ويكون في خلل بالتفكير تاعه. and they seem very inattentive. خط inattentive يعني غير ما بيستجيبوا to what is going on around them، اي شيء بيصير حواليهم بتحسهم هم مش معاك، فاصلين لحالهم، اوكي، ما بتجاوبوا، ما بنتبهوا لاي شيء بيصير حواليهم.
كمان رح يتأثر عندهم السوشيال سكيلز، يعني المهارات تاعت المجتمع اللي حواليهم. are significantly impaired، بكون في خلل، الناس بيبعدوا غالبا عن الشخص اللي بيعرفوا انه ايش بتعاطى، لانه بده يكون في خلل وضعف بتفكيره، فبالتالي تصرفاته اللي ممكن تطلع منه بتكون غير موزونة. in people suffering from alcoholism، يعني الناس اللي بيكونوا مدمنين كحول بيكونوا علاقاتهم الاجتماعية او مهاراتهم الاجتماعية سيئة وفيها خلل، due to neurotoxic effects of alcohol on the brain، لأنه هاي الكحولات اللي بتعطوها رح تأثر due to بسبب neurotoxic، يعني التأثير السام على الأعصاب. أوكي، تعميم تاع الكحول اللي هم بيشربوه بالذات وين؟ على أي منطقة بجسمنا؟ على البرين، على الدماغ. طبعا الدماغ هو اللي بيرتب كل حياتنا، فإذا فيه خلل معناته هذا الإنسان ما رح يتصرف أبدا أبدا بطريقة صحيحة. alcohol abuse causes، لاحظوا هلأ الإدمان على الكحول وسوء استخدامه رح يسبب an increased risk of brain damage، بحط خط تحت كلمة brain damage، يعني رح يتحطم الدماغ، أو الدماغ رح يخرب. damage بيجي معناها إيش؟ تخريب أو تحطم. and other long lasting alterations to the brain، وبرضه رح يبلش الدماغ يفقد خواصه الأصلية ومهاراته الأصلية بالكوميونيكيشن وبكل شيء، بكل شيء رح تلاقي إنه الدماغ تاع هذا الشخص بلش يصير فيه إيش؟ خلل، والخلل هذا كدمج، يعني ما بقدر أرجع أنا أستعيد وظيفته الطبيعية. أوكي؟ memory loss، فقدان بالذاكرة. neglect of personal appearance، بتلاقيهم هذول الأشخاص ما عندهم اهتمام بذاتهم، بيهملوا مظهرهم الشخصي and responsibilities، ومسؤولياتهم. حتى معروف عند الأجانب دائما إنه إذا الأم مثلا، الأم أو الأب إذا بيشربوا إدمان كحول بيسحبوا منهم الأطفال. ليش؟ لأنه ممكن إذا شربوا ما كانوا هم مسؤولين عن أطفالهم، الأطفال هذول إيش يصير فيهم؟ أذية معينة، فهم بيحموهم من هذا الإشي. gastritis معناها التهاب بالمعدة، والulcerations اللي هي التقرحات بالقناة الهضمية. malnutrition كمان بيكون الغذاء تاعه، يعني جسمه بضعف بسبب سوء التغذية. طيب هدول الناس احنا بنعرف ادمان الكحول مرض بنعتبره، فلازم الناس هدول ناخدهم نعالجهم، او هيك يعني بيكون في لهم مصحات علاج للادمان. فهون يجي للبند هذا اللي هي treatment of chronic alcoholism، يعني كيف بيعالجوا الناس المدمنين على الكحول لفترات طويلة. أول شيء بدي أحط مربع هون عند كلمة داي سلفرام، وهذا الاسم بضل حافظيته زي البصمة براسي. أوكي، بحط إنه هذا إشي مهم ما أنسى كلمة داي سلفرام. هذا دواء is a drug used to support the treatment of chronic alcoholism، إذن هو دواء بينعطى عشان يدعم علاج إدمان الكحول. by producing عن طريق بإنه إيش يعطي، لاحظوا هون حاطين خط an acute sensitivity to alcohol، والكلمة المهمة إنه بصير عندي acute sensitivity. إيش معنى acute sensitivity؟ حساسية حادة للكحول، يعني أنا بدي أقول لك إياها بالعربي قبل ما نكملها قراءة. إيش اللي بصير عند هذا الشخص اللي بتعاطى كحول لفترة طويلة؟ بدي أخليه يكره الكحول، بدي أخليه لما يشرب الكحول يتضايق، فبعطيه هذا الدواء اللي اسمه دايسلفرام. أوكي، هذا الدواء رح يخلي المريض يصير عنده أعراض قيء واستفراغ وانخفاض بضغط الدم، بطريقة إنه المريض نفسه ما رح يتحملها، فبالتالي كل ما رح يشرب كل ما رح يحس بهاي الأعراض، بالتدريج رح يبلش إيش زي ما بيحكوا بالعربي تشيل نفسه من الكحول ويبطله. أوكي، طيب إيش السبب؟ هلأ رح نحكي بالتفصيل إيش فعلياً التفاعل اللي بيصير جوا الجسم. هيو هلأ بحط خط متعرج عند هذا الكلام. It blocks the processing of alcohol in the body، هو بيمنع الكحول يشتغل بالجسم عن طريق إيش؟ طيب قبل ما أكمل هون بدي بس أورجيكم التفاعل هذا عشان نستوعب إيش اللي بيصير. إحنا متفقين إنه كل إشي بالجسم بتقيض، صح؟
صح، بصير له ميتابوليزم عشان يتخلص منه الجسم. طيب نطلع هون الإيثانول هذا اللي بيشربوه، أوكي، عشان يسكروا أو عشان عندهم إدمان عليه، بيتحول بالجسم لمركب تاني اسمه أسيتالدهايد. نيجي شوي نحكي كيمياء أورجانيك. الأول من مجموعة الكحول، والأسيتالدهايد الدهايد من مجموعة الألدهايد. في أنزيم، هذا الأنزيم اسمه الكحول لأنه رح يشتغل على مين؟ على الكحول هذا. دي هيدروجينيز يعني بأكسد الكحول لألدهايد، تمام؟ إذن بدي أكتب هون رقم واحد وأضلل هذا الأنزيم اللي اسمه الكحول دي هيدروجينيز. دائما الاسم الأول بالأنزيم بيحكي لك عن المادة المتفاعلة، أوكي؟ فمن هون اسمه جاي الكحول دي هيدروجينيز، معناته هو بده يحول الكحول لألدهايد، أوكي؟ هيك خطوة أولى. بعدين الخطوة الثانية شو بصير؟ الأسيتالدهايد هذا المركب اللي هو نفسه بده يتحول بها بأنزيم تاني. إذا هون بكتب رقم 2 وبضلل الأنزيم الثاني، حيتحول بفعل الأنزيم اللي اسمه، شوفوا أول مقطع، أسيتالدهايد هذا هو، هذا المركب الأول المتفاعل دي هيدروجينيز، يعني برضو رح يأكسد الألدهايد لمين؟ لا أسيتيك أسيد، يعني إيش؟ أورجانيك أسيد، تمام؟ كاربوكسيليك أسيد. إحنا من زمان إذا بتتذكروا أيام التوجيه كنا نقول الكحول يتأكسد إلى الألدهايد، بعدين الألدهايد بيكمل أكسده للحمض الكربوكسيلي. فهي هون فعليا التفاعل هذا بيحصل على 2 ستيبس، الإيثانول لأسيتالدهايد عن طريق الكحول ديهيدروجينيز، بعدين الأسيتالدهايد هذا بتحول لأسيتيك أسيد اللي هو الكربوكسيليك أسيد عن طريق الأسيتالدهايد ديهيدروجينيز. لاحظ المقطع الثاني نفسه. طب هدول الأنزيمات إيش بيعملوا؟ بيأكسدوا، أوكي؟ إذا بالأخير طلع عندي حمض أسيد، يعني حمض أسيتيك أسيد ومي وأكسجين وATP اللي هي الطاقة. حلو؟ طيب لما نيجي نعطي الدواء اللي هو اسمه الدايسلفورام اللي حكينا عنه قبل شوي، ايش بيسوي؟ حطولي هون عند رقم 2 هون على هذا اسم الانزيم اكس، هيك غلط كبير. فعليا الدواء هذا الانتيدوت تاع الايثانول بيعمل سبرس، بيمنع هذا الانزيم انه يمشي ويعمل هذا التفاعل. فبالتالي رح يضل الخطوتين هدول رقم واحد، الخطوة رقم واحد هاي رح تمشي، والخطوة رقم اثنين هاي ما رح تمشي، رح توقف. فشو رح يصير؟ رح يصير في تراكم لهذا المركب اللي هو اسمه الأسيتالدهايد، وهو عبارة عن المادة اللي حكيت لكم عنها اللي بتسبب القيء، الفوميتينج والنوزية والغثيان والهايبوتنشن للمريض. فبصير بعد ما يشرب الإيثانول مفروض يمر بستيب 1 ويمر بستيب 2، لكن هو ايش؟ بعطيه الدايسلفورام، بعطيه الدواء او الانتيدوت او العلاج تاع ادمان الكحول اللي اسمه الدايسلفورام، بيمنع هذا الانزيم انه يعمل الخطوة الثانية هاي. فبس الخطوة الاولى هي اللي بتصير، مما يؤدي الى تراكم المادة هاي اللي اسمها الاسيتالدهايد اللي بتسبب هاي، طلع هون نوزيا، فوميتينج، هايبوتنشن، which the patient cannot tolerate، والتي لا يستطيع المريض تحملها، أوكي؟ بدنا أقرأ هون وأرجع للإشي اللي تركناه. دايسلفورام حطوا عليه مربع واكتبوا مهم. سبرس خطين، إيش معنى سبرس؟ يمنع. The second stage metabolism، الخطوة الثانية اللي هي هاي تاعت الميتابوليزم. فبالتالي هو بيمنع مين؟ حطوا لنا اسم الأنزيم اللي هو الأسيتالدهايد أو الألدهايد دي هيدروجينيز. thus وبالتالي الأسيتالدهايد هذا المركب اللي هو الأول الناتج الأول، والخطين تحت كلمة accumulate، معنى كلمة accumulate رح يتراكم بالجسم. حكيت لما يتراكم which lead to symptoms of nausea, vomiting, hypotension، غثيان وقيء وانخفاض بالضغط، وهاي الأعراض ما بتحملها المريض، فبالتالي تدريجياً بصير يكره إيش؟ الإيثانول.
طيب نرجع للمقطع الأخير اللي تركناه، نرجع نفسره. يلا، حكينا إنه الدايسلفرام is a drug، هذا عبارة عن دواء. شو بده يسوي؟ بده يعمل حساسية حادة للإيثانول. كيف؟ بأنه it blocks، كملوا خط متعرج هون لأن الكلام هذا مهم. it blocks the processing of alcohol in the body، رح يمنع عملية تحول processing يعني تحول الكحول، by inhibiting acetaldehyde dehydrogenase. هون الأنزيم بحط على اسمه دائرة، هو نفس الأنزيم اللي كان عندنا قبل شوي على السهم، thus causing an unpleasant reaction، خط، فبالتالي رح يصير فيه تفاعل. unpleasant يعني غير مستحب، when alcohol is consumed، لما هذا الشخص يشرب هاي الجرعة من الكحول. فهمنا يا جماعة؟ إذا هون بحكي لنا إنه إدمان الإيثانول الكرونيك الكحوليزم باي إيثانول يعالج بإيش؟ الدرج اللي حكينا عنه، الدايسلفرام هذا، أوكي؟ وقلنا إيش هي ميكانيكية أو الميكانيزم أوف أكشن تاعته، كيف آلية العمل تاعت هذا الدواء، بإنه بيمنع هذا الأنزيم اللي اسمه الدهايد ديهايدروجينيز، فبالتالي بيمنع الخطوة الثانية هاي تحصل، مما يؤدي إلى تراكم المركب اللي اسمه أسيتالدهايد اللي بيسبب الأعراض تاعت النوزيا والفوميتنج والهايبوتنشن. خلصنا. نيجي هلأ ل بأول تشابتر ببارت 1 حكيت لكم إنه إحنا رح نحكي عن دوايين اثنين بس، الإيثانول اللي هو الأنتيدوت إله، دايسلفرام، إيثانول دايسلفرام. المركب الثاني هون بكتب قدام المركب هذا رقم 2 اللي هو الميثانول. طيب إذا بتذكروا بالريكورد اللي هو بارت 1 حكينا إنه الإيثانول كربونتين OH، الميثانول كربونة واحدة OH. على الرغم من إنه كربونة واحدة يعني المركب كتير يعني أصغر من الثاني، ولكن هذا كتير مهم أكتب هون أو هيها مكتوبة هون إنه هذا المركب بيسبب العمى، بيعمل عمى، أوكي؟ فبالتالي هذا أصلاً ما بيدمنوا على الناس، وأي حدا بيجي بيشربه ممكن تضرب عنده القرنية ويصير أعمى، أو ممكن إذا أخذ جرعة كبيرة منه يصير عنده تباطؤ بضربات القلب ووفاة بسبب توقف التنفس. إذا هون شو بدي أكتب جنبه؟ بدي أكتب سام عشان ما أنسى، سام ويسبب العمى. طيب هذا الميثانول له أسماء تانية، إيش أسماء التانية؟ وود الكحول، كحول الخشب، مثل الكحول لأنه قلت لكم هو كربونة واحدة، وهي الصيغة تاعته CH3OH. طيب نيجي كيف هو بتأيض بالجسم، تمام؟ ميثانول بيجي أول أنزيم اللي إحنا اتفقنا اسمه الكحول ديهايدروجينيز لأن المركب الأول من عائلة الكحولات، حيأكسده لفورمالدهايد، بحفظه، الفورمالدهايد اللي بحرف الأف الدهايد، حيكمل أكسدة، حكينا كحول الدهايد حمض كربوكسيلي. إيش اسم الحمض الكربوكسيلي؟ فورميك أسيد، هون حطوا لي مربع أحمر عليه، نكتب مهم، وي سي أو 2 طبعا. طيب شايفين هذا ليش حطينا عليه مربع أحمر؟ لأنه أنا قلت لكم من البداية إنه الميثانول سام، والسبب إنه بتأيض بالجسم لفورمالدهايد خطوة أولى، وبعدين للفورميك أسيد، وهذا هو السام. إذا هون بحط ستار وبكتب هو المركب السام فعليا. هيو شوفوا هون مكتوب الفورميك أسيد إفكت هو السبب بالميثانول توكسيسيتي، يعني سمية الميثانول ناتجة من تأثير حمض الفورميك. بس بدي أذكركم فوق إحنا قلنا الإيثانول إيش الحمض اللي بنتج منه؟ حطوا عليه مربع أسيتيك أسيد، ما بدي أخربط، إنه الإيثانول بيعطي أسيتالدهايد بعدين أسيتيك أسيد، بينما الميثانول بيعطي فورمالدهايد بالأف بعدين فورميك أسيد، والفورميك هو مين؟ المادة السامة. هون قلنا أهم إشي بيعمله إنه كورنيا توكسيسيتي، سمية على القرنية مما يؤدي إلى العمى، blindness معناها العمى. كمان إيش بعمل هذا؟ لاحظوا إنه بتأيض لحمض، فبالتالي لو كان الشخص شارب جرعة كبيرة شو رح يصير عنده؟ إشي اسمه الأسيدوسيز،
اللي هي بيرفع حموضة الدم أو بيصير الجسم المفروض إحنا دائما قلنا الجسم 7.4 ودم الجسم متعادل تقريبا مائل إلى القاعدية قليلا، لازم يضل هيك. بسبب تأيض الميثانول للفورميك أسيد راح تنرفع حموضة الدم، راح يصير حامضي، راح يؤدي لإيش كمان؟ للبريدي كارديا اللي هي تباطؤ في ضربات القلب، وممكن يؤدي إلى الوفاة. حكيت لكم كتير خطير شرب الميثانول due to cessation in respiration. بسبب ليش الوفاة؟ حيتوفى هذا الشخص لأنه راح يصير تطبيق أو توقف للتنفس. طيب شو الحل؟ كيف بيعالجوه؟ لاحظوا انه احنا قلنا هون بند اسمه اسيدوسس، اطلعوا لي من عند البي هيك سهام لرقم واحد. اول شيء حامضية الدم، احنا بدنا نعادل الحمض اللي بالدم بمادة قاعدية اسمها NaHCO3. اذا هي صارت حامضية، فبعطي دواء قاعدي اسمه NaHCO3 IV عن طريق الوريد عشان to manage acidosis، عشان ارجع البي اتش تحت الجسم للطبيعي. رقم 2 blood dialysis يعني غسيل للدم. اوكي give antidot. اوكي وبعطيه اللي هو الترياق، مش هو بحالة تسمم، هسا بدي اعطيه الترياق. الترياق للميثانول هون حطوا عليها مربع، بنكتب مهم ايثانول، وهسا رح نفهم ليش. شو يعني بدي اعالج تسمم الكحول هون بالميثانول بكحول تاني هو الايثانول، ليش؟ حنستوعب ليش. نكمل، شوفوا هون الميكانيزم تاعت الايثانول كيف رح يشتغل. هلا بحكي لنا انه انا رح اعطيه ايثانول، اذا هذا حطينا عليه دائرة وحطينا خطين تحت كلمة انتيدوت. بحكي لنا المادة هاي اللي انا رح اعطيها او الكحول الايثانول اللي حاعطيه للمريض كومبيت، حيتنافس فور الكحول دي هيدروجينيز. تذكرتوا مين هذا؟ ضللوه، قلت لكم هذا الانزيم اللي بيعمل ستيب 1 بالميتابوليزم للكحول، الانزيم اللي بيشتغل بالخطوة الاولى بايض الكحول، which responsible for the metabolism of methanol to formic acid. طيب بس اشرح لكم على المعادلة ونرجع للكلام. طلعوا معي، انا قلت لكم هذا هو السام، فانا ما بدي هذا المركب يتكون. اوكي ما بدنا الفورميك اسيد يتكون، فبالتالي بده يمنع الالكوهول دي هيدروجينيز انه يقيض الميثانول ويشبع الانزيم هذا بمين؟ بالايثانول. مس ركزوا عشان تستوعبوها مره تانية، انا عندي اتنين هسه بدم المريض، الماده اللي تسمم فيها اللي هي الميثانول، ميثانول الكربون الوحده، وانا اعطيته بدالها اللي هو الكحول اللي هو الايثانول الكربونتين. ليش؟ اتنيناتهم بيشتغلوا على نفس الانزيم تاع الميتابوليزم، فاتنيناتهم رح يتايضوا، واحد رح يعطي هذا الفورميك اسيد اللي هو السام وانا ما بدي هذا الاشي يصير، واحد رح يعطي مين؟ الاسيتيك اسيد هاد اللي هو مش سام. فانا زي كانه بدي الهي هذا الانزيم، انه بدل ما يحول لي الميثانول لماده سامه ياخذ الايثانول يلتهي بالانتيدوت اللي اسمه ايثانول ويحوله للاسيتيك اسيد الغير سام، فبالتالي الميثانول شو بده يضله؟ بدون تايض او بدون تفاعل، بدون تحويل للفورميك اسيد. يعني بالعربي زي كاني بدي امنع حدوث هاي الخطوه، بدي امنع تكوين الفورميك اسيد بإني أمنع الميثانول يتأيض، عشان أنا شغلت هذا الأنزيم بمين؟ بالأنتيدوت اللي اسمه إيثانول. تمام؟ ما بدنا نخربط، نقرأها ونثبت مع بعض. إيثانول كومبيت، حيتنافس الإيثانول على الأنزيم اللي هو اسمه ألكوهول دي هيدروجينيز، which responsible، والمسؤول هذا الأنزيم هو المسؤول عن الميتابوليزم اوف ميثانول، عن ايض المركب السام اللي هو الميثانول وتكوين المركب السام او ناتج الايض السام اللي اسمه فورميك اسيد. It is essential، خط متعرج، to saturate the enzyme، انا هون بشبع الانزيم with less toxic ethanol،
بالمركب الأقل سمية وهو مين؟ دائرة على الإيثانول. فهمنا شو الحيلة؟ الحيلة هون إني أنا بدي عندي واحد شارب ميثانول كمية كبيرة، والميثانول كمية كبيرة سام. هو كميثانول لحاله مو سام، بس ناتج الأيض اللي اسمه الفورميك أسيد هذا هو السام. فأنا بجي بحتال على الأنزيم، بعطي مركب تاني أنتيدوت اللي هو الإيثانول هيو، عشان الأنزيم يبطل يشتغل لي هذا التفاعل هون، بطل يعمل لي هذا التفاعل ويرجع يعمل لي التفاعل الأول هاد اللي ما بينتج عنه مركب سام. أوكي، بسيطة كتير كتير، بس إنك تعرف إنه أنا بعطي بدل الميثانول إيثانول. ليش؟ عشان ألهي الأنزيم عن تحطيم الميثانول وتحويله إلى مركب سام. هيك بنكون خلصنا شابتر الألكوهول، والمرة الجاية إن شاء الله هنشرح الأنستيزيا أو اللي هم drugs used in anesthesia.